حدثنا علي بن الجعد اخبرنا شعبه عن قتاده قال سمعت انسا رضي الله عنه يقول لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم قيل له انهم لا يقرؤون كتابا الا ان يكون مختوما فاتخذ خاتما من فضه فكاني انظر الى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله